أصدقائي وتحياتي لكل المشتركين بقناة مزارع الأبقار الحديثي، وبتشكر كل اللي عم بيتابعونا وبيشتركوا معنا بهذه القناة. الحمد لله أنا شايف في تقدم كثير وفي مشتركين جديد معنا بالقناة، وبتشكر كل شخص متابعني وعم بيأيدني وعم بينشر الفيديوهات تبعني، وإن شاء الله يكون عم بيستفيد من هذه الفيديوهات. كثير تعليقات حلوة مشجعة وأسئلة كثير حلوة، ونحن جاهزين للرد عليها ونشارككم بكل شيء وأي معلومات تحتاجوها. طبعا في بعض الأسئلة أو في بعض المعلومات طلبوها بعض الأصدقاء، نحن عم نسعى لنحصل عليها بأسرع وقت، نحن مش نسيانين. فشكرا لكل شخص وكل مشترك معنا. يا ريت المشتركين معنا يكتبوا لنا من وين هن، من أي دولة ومن أي بلد، هيك أفضل نتعرف عليهم. واليوم راح أحكي شوي عن العجول اللي هو اختصاصي تربيتها والاعتناء فيها. حب شوي أحكي عن أو يكون هذا الفيديو معلومات عن تربية العجول الهولشتاين، اللي هي نحن شغلتنا أو مختصين بتربيتها. طبعا عجول هولشتاين، عجول سليلي او عجول ذات بنيعة او بنية ضعيفة، طبعا لما تنولد بحاجة الى متابعة، بحاجة الى عناية شديدة، بحاجة الى خبرة سابقة قبل تشكيل مزرعة او التفكير بهذا المشروع. بحاجة لخبرة، بحاجة لمعلومات كيفية الاعتناء فيها، لأنه إذا فيش عندك المعلومات أو فيش عندك الخبرة راح يصير في خسائر كثيرة. ونحن صار عندنا هذا الشيء، ونحن من غلطنا تعلمنا، وحب علينا أنه نساعد الكل ما يغلطوش الأغلاط اللي وقعنا فيها، واللي بعض المزارعين لليوم عم يغلطوا فيها وعم يكون عندهم خسائر. فنحن حابين أنه نعلمهم ونتعلم منهم كل شيء جديد وكل شيء بيساعد ليزيد الأرباح، ليزيد الخبرة بهذا المجال. عجول هولشتاين حكينا عنها، هي بتنولد أو تولد مناعتها ضعيفة شوي، مش مثل بقية الأنواع من العجول. كثير من الأصدقاء سألوني ليش منحطش لما ينولد العجول، ليش منحطاش كلها بحظيرة مع بعضها، أو منحط كل 5 عجول مع بعض. السبب الرئيسي انه نحن بنحط كل عجل فرديوي، كيف شايفين هون كل عجل ببيت بلاستيك لحاله، متشين اذا عجل كان مريض ما يعديش العجل اللي جنبه. يعني اذا حطينا 5 عجول مولد جديد بحظيره واحده، ممكن اذا سخن واحد من هذه العجول او مرض واحد من هذه العجول يعدي بقيه العجول. والحقيقه العنايه بالعجل المريض صعبه، مش بهالسهوله اللي نحن مفكرين انه يلا اعطيناه انتبيوتيك او اعطيناه دواء ونيجي بكره ونلاقي العجل واقف ما شاء الله. لا، العجل بده العناية كثير. في عجول محتاج لانفوزيا، في عجول تحتاج لعمليات. طبعا كل عجل شو المرض تبعه وشو المشكلة اللي وقع فيها. فمنشان هيك كثير من الاصدقاء بيسالوني وتوجه السؤال اكثر مرة، مع اني عملت فيديو عن هذا الشيء، انه ليش منحطش العجول مع بعض. ها احد الاسباب. العجل بعد ما يصير عمره 2 شهر المناعة عنده تقريبا اكتملت، مش اكتملت 100%، بس جهاز المناعة عنده صار يقدر يقاوم، جسمه صار يقدر يستحمل الأمراض اللي كانت تصيبه هو صغير ما عادش تصيبه هو كبير. الأربع معد اللي بجسم العجل أو بجسم البقرة اشتغلت كلها وبلشت تبني حيلها. فبتغير الوضع ساعتها، بعد 2 شهر فينا نحط العجول مع بعض او نحطهم كل 15 عجل مع بعض حسب الحظيرة اللي انت موجود اللي انت عاملها او الموجودة عندك. فينا نحط كل 10 عجول كل 15 عجل حسب المساحة الموجودة عندك. فهذا رد على السؤال اللي احد الاصدقاء توجه لي، انه ليش منحطش العجول مع بعض اول ما تولد. هذه احد النقاط كثير مهمة. العجل المريض لازم يكون لحاله بمنطقة عازلة عن باقة العجول، أو ببيت بلاستيك اللي هو معزول عن العجل اللي جنبه. بكفي حشرة واحدة تنقل هذا المرض.
طبعا في امراض مثل السلموليلا، السلموليلا معروف انه الذبيب ممكن ينقلها وتنتشر بشكل رهيب بكل المزرعه، وممكن تعمل لك خساره كبيره وممكن تسكر لك المزرعه طبعا. كثير مهم العجول المريضه تكون فردويه، حتى العجول الكبيره بغض النظر يعني صغيره، اي عجل مريض اي عجل مصاب بمرض كانه كبير ولا صغير لازم ناخذه على جنب، نخليهوش بنفس الموقع اللي هو فيه او مع بقيه الابقار او القطيع. في عنا عجول نحن هون مرضت جراء الاسهال، هو اكثر مرض معرض يصاب له العجل، هو بسن يعني كل 10 ايام لل 25 يوم او الخمس ايام لل 25 يوم هو الاسهال. وحكينا الاسهال جراء يكون الغذاء الغير صحيح او الطريقه الغير صحيحه، او ممكن جراء الطقس او الجو الموجود في العجل، اللي مثل لسه الفتره اللي احنا فيها اللي بيكون بالليل برد كثير وبالنهار حم كثير، اللي بيؤدي يصير في بكتيريا الفيروسات كلها تطلع، وممكن الحشرات اللي هي تنقل الامراض وبتعملنا كثير امراض مثل الكريبتو وما شابه. فبحيل باي حيل او باي حيله شفنا عجل كان جيد ثاني يوم فجاه صار معه اسهال، بدناش نغض نظر عنه او نسفتج عنه ونقول يلا بكره بصح، او ما نعطيهوش حليب يلا بكره بصح لحاله، هذا غلط. فورا بنقوم باعطائه بديل للحليب محلول بيعوضه بالاملاح وبالفيتامينات وبكل السوائل اللي خسرها، ونعطيه كميه كبيره. ممنوع نستنى للعجل يفقد شهيته ويبطل فيه ياكل، لازم نعطيه وهو بعد شهيته قويه. العجل اول ما يصاب بالاسهال مش فورا بيقطع الشهيه وما عادش بده ياكل، لا، لازم ممنوع نعطيه حليب، لازم نعطيه هذه الماده اللي عم بحكي عنها، نحن بنسميها عنها البكتوليك، بدول ثانيه بعرف شو بسموها، او في ماده ثانيه طبعا، بكل ماده بكل دوله فيها ماده او فيها المواد او الادويه اللي موجوده عندها، بس نبحث عنها من نلاقيها طبعا. راح اعطي مثال بسيط على هذا الشيء، ليك وشوف عندي هذا العجل، هذا العجل اليوم اكتشفت انه صايبه اسهال قوي. قبل اي شيء، قبل ما افحص او اعرف من شو صاب الاسهال، فورا قطعته عن الحليب، جبت له ماده تغنيه عن الحليب اللي فيها كل الاملاح والفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم. شايفين العجل عنده قدره بده ياكل، عنده طاقه، بعد جسمه قوي. انا بالحيله هي ربحت العجل، عوضته شوي بالسوائل، يعني صعب يضعف. نرجع بعدين بعد ما اعطيه هذه السوائل، بتطلع بفحص العجل شو المشكله تبعته، ليش صابوا اسهال، كيف تبين. طبعا هذا الصبح، هذا العجل انا من الصبح انتبهت له وشفته، واللي طير عليه هو الجو اثر عليه، السقعه عندنا هوني بالليل كثير شديده وبالنهار بيكون شوب كثير. ف اول شغله اعطيته هذا المادي، شايفين كيف خليله، هي طبعا طول اليوم عباره عن 5 لتر، ال 5 لتر هذا ثاني يوم انا مش راح لاقيه، وراح لاقي العجل نشيط. فهي نقطة كثير مهمة، طبعا بالإضافة للأنتيبيوتيك، بيستعمل أي نوع من الأنتيبيوتيك. طبعا أي نوع المقصود اللي بيشتغل على الإسهال، مش ببصرش عجل عنده إسهال قوم أعطيه أنتيبيوتيك للالتهاب الرئوي أو بنستريب للالتهاب المعوي أو لا، بدنا نعرف شو الدواء المناسب لهذا النوع من المرض أو هذا النوع من الحالات. نقطة كثير كمان مهمة، بعض الأصدقاء بيعرفوش التهاب الرئوي من الإسهال. بدي أقول لكم نقطة اللي هي بعض العجول بيكون عندها التهاب رئوي شديد، بصيب إسهال. فكيف بدنا نكتشف إذا العجل معه التهاب يعني رئوي؟ نحن من بتشوف العجل نفسه تغير طول الوقت، عم بيسعل، بتشوف عنده سوائل بعيونه أو دموع من قلة، نحن بتلاقي العجل طول الوقت راسه لتحت، في عنده سوائل من أنفه، هذه كل الأمور بتدل على التهاب رئوي عند العجل. ففورا نحن بنعطيه كمان الدواء المناسب لهذا الشيء.
زرت احدى المزارع في منطقتنا واكتشفت اكتشاف او مش اكتشفت صلحت غلطه لاحد المزارعين اللي خسر كثير من العجول وما كانش يعرف شو السبب. صادفت رحت على مزرعه لقيت هذا الزلمي او هذا المزارع عم بيحط للعجول اللي عمره 5 ايام مش عم بيحط لها مي، وبيترك العجل 10 ايام بيحطلوش مي بس بطعميه حليب او لبن او بعرف شو بتسموه انتو. هذا خطأ. العجل انا حكيت اول 3 ايام، طبعا نحن عم نحكي عن الحليب الصناعي او الحليب البديل، اول 3 ايام نعطيه سرسوب او الليبة، من بعد 3 ايام بعد ما نقلبه او نقلب نعطيه الحليب الصناعي لازم المي يكون 24 ساعة قدام العجل، بحيل العجل او بحيل 5 ايام 6 ايام انصاب بإسهال يلاقي شيء يشربه ويعوضه، يظل في سوائل بجسمه ما يصلش للجفاف. انا هذا المزارع فت لعنده لقيت عنده عجول مصاب بالجفاف، عجول صغيرة عمره 10 ايام ما فيش عنده مي، معتمد هو بس على الحليب، وهذا غلط. العجل لازم 24 ساعة المي تكون موجودة قدامه بعد عمر 3 ايام، لانه العجل طول ما هو بياخذ سرسوب مش بحاجة للمي، يعني 3 ايام الاولانية مش بحاجة للمي، بس بشرط انه نعطيه الكمية المطلوبة من الحليب او من السرسوب، يعني مش اقل من وجبتين وكل وجبة لترين ونص او لترين وربع. كثير ننتبه للنقطة هاي. هي العجول اللي أمامي إسا عمرها تقريبا أسبوع. في عجول منها طبعا اللي هي قوية بنيتها قوية كثير، وفي عجول انصابت بإسهال وبعدها قوية لأنه عم نشتغل بطريقة صحيحة. مثل هذا العجل انصاب بإسهال مبين، العجل ضعيف شوي بس بنيته قوية بده ياكل، يعني قادرين نسيطر عليه وعم نعطيه الدواء المناسب والطريقة الصحيحة اللي شرحت لكم عنها، قطعه من الحليب وعطائه مادة بديلة عن الحليب اللي تعوضه بالسوائل وبالأملاح اللي بده يفقدها العجل أثناء الإسهال. فكيف شايفين هذا العجل؟ مصاب بإسهال بس بنيته قوية كثير. فمثل هذا الشيء أنا هذا العجل بخوفنيش، بالعكس عجل أخذ وجبته، صحته جيدة، واقف بده بعد في قدمه المي كيف حكينا، مياه 24 ساعة قدمه تكون نظيفة، فيش حشرات حواليه عفوا وضعه جيد. طبعا البيت البلاستيك نحن كل عجل لما يصير عمره 60 يوم بناخذه على منطقة ثانية على حظيرة ثانية، والبيت بنقوم بتنظيفه بالمياه جيدا جيدا، يعني بيرجع جديد البيت البلاستيك، بنحط فيه قش او نجارة خشب او اي انواع من الاعشاب اللي بتكون رخيصة الثمن بنحطها تحت العجل او بالبيت البلاستيك، بصير هيك عندنا بيت جديد، فوتنا العجل اول ما ينولد على بيت بلاستيك جديد. ممنوع نحطه ببيت اللي كان فيه عجل قبل، حكيت ليش ممكن يصاب العجل باي مرض جراء روث العجل اللي قبله او اللي كان موجود فيه قبله. هذا عجل مصاب باسهال، قمنا حطينا له اسا هذه الماده اللي حكيت لكم عنها اللي هي البكتريك. شوفوا معي كيف العجل 5 لتر شربون، شرب 5 لتر وصحته جيدة مع انه هو مصاب بإسهال، مبين هون طبعا بالإضافة للأنتيبيوتيك. نحن إذا مستمر معه يومين هيك العجل بصير بصحة جيدة. هيك نكون وصلنا للختام أصدقائي. أي أسئلة أي استفسارات فيكم تكتبوا لنا بالتعليقات. تحياتي لكم وإلى اللقاء.